المؤتمر الوطني الاستثنائي هذا نظم بطريقة استثنائية ومستعجلة لتقديم جواب تنظيمي مستعجل متعلق بانتخاب أمانة عامة جديدة وأمين عام جديد لمباشرة التفكير في كيفية النهوض من جديد بعد تلقي الحزب لهزيمة غير مسبوقة في انتخابات. المطلوب طبعا من القيادة التي ستنتخب اليوم أن تفكر في تقديم الأجوبة السياسية وفهم أيضا 8 سبتمبر ماذا حصل فيها بالضبط وما هي الأجوبة التي ينبغي أن يقدمها الحزب. بطبيعة الحال هناك نقاش مسطري بسيط ولكن تم تضخيمه إعلاميا والمتعلق به هل يتم تأجيل لمدة سنة أم يتم تأجيل لمدة غير محدودة. هذا الأمر سيبث فيه المؤتمر اليوم في البداية إما سيقبل هذا المشروع أو سيرفضه. طبعا إذا رفضه ستكون حظوظ الأستاذ عبد الإله بالكيران وافرة من أجل الفوز بمنصب الأمين العام وإعادة بناء الحزب من جديد في نظري. إذا لم يقبل المؤتمر فبالتأكيد ستنتخب قيادة جديدة اللي هو واضح وهو أنه القيادة التي أدارت الانتخابات الحالية لن تكون في قيادة الحزب في المرحلة القادمة. والنقاش السياسي المهم سيبدأ بعد المؤتمر وليس طبعا. أنا عبرت على رأيي، أنا كنعتبر بأنه لا يمكن للقيادة التي سوف تنتخب اليوم أن تشتغل تحت الضغط، ولا يمكن أن نعتبرها لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر العادي. هي قيادة سياسية ينبغي أن تباشر كافة الملفات سواء ما يتعلق بداخل الحزب أو ما يتعلق بخارج الحزب، وهذا ما يمكنش يكون تحت الضغط. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.